في فنلندا إلزام المدارس بالتعاقد مع مدرسين لا تقل درجاتهم العلمية عن الماجستير أو إيقاف المؤسسة التعليمية. أنا بقى هقف هنا وأتكلم. هنا دي مش رفاهية. المدرس حتى مدرس الابتدائي أو الإلزامي زي ما بيقولوا لازم يكون حاصل على أكبر الدرجات العلمية، لأن ده النشأ، ده اللي طالع، لازم يبقى هو عنده القدرة على تعليم الناس دي، على الأطفال دولت يكون عنده. يعني النهاردة المدرس بيستخدم حاجات غريبة جدا، يستخدم الرقص والمزيكا، مش دي الطرق الحديثة للعلم. الطرق الحديثة للعلم إن احنا نجيب أفضل المعلمين للمراحل الأولى في التعليم. وبكده خلصت أغرب القوانين، وعندي ضيف مهم جدا في الفقرة الجاية، فارس القانون الدكتور محمود كويش.